الأشغال تسير على قدم وساق الحمد لله. لقد أنجزنا المراحل الأولى من المشروع، حيث نسبة التقدم حوالي 69 إلى 70%، ولكن 30% المتبقية هي الحاسمة، هي المعدات. بدون المعدات لا يكون هناك تحلية ماء، لأن نحن نستقبل المعدات رويدا رويدا، وسيكون التركيب إن شاء الله طريقة جيدة حتى يتسنى لنا أن نكون في الموعد لكي نشغل هذه المحطة. هذه المحطة تدخل في إطار البرنامج الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية، إنجازه أوكل لشركة سوناتراك، إذا نحن التزمنا باش ننفذ هذه المشاريع، والمتابعة هي متابعة يومية على مستوى الوحدات وعلى المستوى المركزي وعلى مستوى رئيس المدير العام شركة سوناتراك، حيث هناك اجتماعات دورية شهرية تعرض له جميع المحطات، هم 5 من الطارف، بومرداس، بجاية، تيبازا ووهران.